يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. يا أخوة بخير بين براكان وخشك برز كانش خواهي قبرة لتان برزك لقناه تاوانتان ببوريت رحم با همولايكتان بكات فضل وكرم نعمة وآلاء خوي بسرتان داب رجت زياتر الذين كيشار زاتان كات وخاطرين وجوانا كان استفات برزكاني وأو علمش كفيرتان دكا بكات حجبوتان نك حجا لسرتان خوي قول نيتي همو من خالص كات زياتر الذين كيشار زامان كات موفق من كأخير من خير كات دوباره بخير بينوا بو مجلسي حديث رسول إخوة عليه الصلاة والسلام ك تناند بو يك حديث سلفي صالح رحلي عن كرد ولا ولاتك بو ولاتك بلام تو بفضل إخوة پروردگار هر من جيك جارك رحلة دكي بو أو شارك تيايدا مجالسي فرمودة داد اندريك الحمد لله نك يك حديث بفضل كرم إخوائي قورة زياتر لسي صد حديث لفرمودة كاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دخوينتو فيري دبيت بيقو مانا ما أجري شي قورة بلا كانم لا سير وانقوا لروانقي علمية و تزداد علما إن شاء الله لروانجي عمل وبإذن إخوائي قولا العلم طريق العمل وإنما يخشى الله من عباده العلماء إنسان تا علمي زياتر بيت إن شاء الله رجاوايك تقوى وعملي زياتر بيت فايدي سيهم كاستفادة زور لم كورانا دايا نوي كرنوي سنة سلفة وزندو كرنوي فرمودكان رسول إخوائي عليه الصلاة والسلام لنا ومن لدة وبواقع حال لقل لساني مقالش بخلق دلين خلجينا كده تانويت تواول دينك حاليبا ده تانويت براستي لإسلام شارزابا فرم أوي ميلاتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ورثوا العلم ميلاتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرم دكانيتي هركسيك زياتري بركويت بشي زياتر بيت أو بشي لميلاتي بيغمر إخوة زياتر عليه الصلاة والسلام بوي براستي سر الرأي فائدة علم وفائدة عمل فائدة سيم كان ويكرنوي أو سنتي بلا وكرنوي فرمودا كان بان كردني خلق بو أوي كتاب قنكاك الدين يعني أما منبعي صافي سرچاوي باك بو تيجي يشتني إسلام بريتيا لقرآن ولا حديث ستولى خزمات فرمودا كاني بيغمبر دايت عليه الصلاة والسلام أما اجتهادي عالم يقني بلين أصاب أم أخطأ أما وحي أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نهاتوين كتاب إنه اجتهادي عالم يقبيت آية تكاويتي نيفيكاوة نخير فرمودي رسول إخوة دخلنين عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلاة والسلام إخوة قولي لسربي وأما أقرب طريقة بوتيك يجتن لدين إخوة بونزيك بونولة رب العالمين شنك وحية
قرآن وحديث هردو شي وحي إنسان كلا خزمت وحي دابت أو بيقومان رقاي راست ونزيكترين رقاي وكرترين رقاي هل بجاردو بو قيشتين برصابوني إخوة قيشتين درسي 45 برا كانم درسي 45 من لا مختصر رياض مختصر صحيح البخاري للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. بلى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقوف بعرفة وأحكامه. بلى. الوقوف بعرفة ما تكملي أبواب كان حج عمرية ليرة وزمان هنا لدرسي تلوتشوار للوقوف بعرفة بزانين حكم كي تشي وح تيدا بكري تيدا نكريت بمن بعز دكابل. قال عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ماء ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. مل لسردمي عبد الملك كري مروان رحمتي إخوة قولي عن لبيت خليفه مسلمانان بو حجاجش واليك بو لولاتي عبد الملك داينا وبو اداري حج بلام خليفه ناميشي نارد بو حجاج بيدلت عبد الله كري عمر تشي ود بقسي اوك يعني احكام حج ارشاداتي ديني حاج لشيء ورقرا لعبد الله كري عمر ورقرا مخالفين كيت مخالفي عبد الله كري عمر نكيت أما أو من بيضلت تاوكو ولاتو سلاطين ورؤساء ومسؤولين ودى صلاة داران لأهل علم ونزيق بن بقسيان بكن إرشاداتيان لي ورقرن فيه خير العباد والبلاد خير هردو لا يتدائه بلا مركاتك سلاطين وان زاني خوانها مشتكن حسابيا بو اهلي علم نكرت جويان بو نقرتن نصيحتيا ور نقرتن او كاتا هم خوشيان يخسرون ويخسرون بلادهم وعبادهم خوشيان زرر دكن وزرر لا ملتي جددا دي قد حجاج او بياوة دا صلاة دارة ترسناكا كتشيواش خليفة بيدلة تو دبي جوي رايلي عبد الله كري عمر بي چونك عالمة دبي جوي بو بقري بزاني دلتشي بقصي او بكيت حجاج جنالة جا ابن عمر شي من حساب بو كزنا كمنا و حقيقة ديلم حجاج بل ظلمي هبوا بل منك بو درجة يشك باز دكريت نك بو درجة يشك باز دكري خلقانا كير خريك الدين بي بندلوا وانا بوا بلان بيقومان يعني جانبي سياسي جزال بو بسر قضية كده سياستي تيكال بوا واكرا وكتشويه سمعي همو بني أمية وخلفاء بني أمية كراوا بشيوازك عيبتو استابلي اوانا خزمتي اسلاميان كردوا كواجنين بلى ده فرمى ابن عمر هات رضي اخوي قوري لي به سالم ده جرتو ده كي ابن عمر هات منيش لقى او بمروجي عرفه حين زالت الشمس يعني لمينان
دبيب كون الريك وتونا تري بلو شوي بلو عرفات چونك سنة ويا حاجي بيشني ورو كوتبه تري دواي در كوتني خور دواي خور هلاتن لمينا در چو بي كوتبه تري بلو شوي بلو عرفات كجيش تأوي دواي نوجيني ورو دواي بانجيني ورو انجا نوجكات ده فرمه نيورو ببو ابن عمر رضي اخوي قوري لي به لا يخي مكاني حجاج دنيو شوينيكا تيدا حواوتوا وتي الرواح ان كنت تريد السنه اگر سنه الدوي اي حجاج تبي لسر سنتي في عمر اخوي عليه الصلاه والسلام حجه كبكي يلا ارسبك وري قال هذه الساعه وتي امسع بلا وتي امس بمسعات استا باشا توزي تشاورم كتاوك وآوك بخو ماكم دوائي لقل دردتم دفرمي خوي شوري حجاجو هاتا دروا لنيوان منو لنيوان باوكم درويشت سالم دلي كوري عبدالله كوري عمر وتم اگر سنة الدوي فقصر الخطبة وعجل الوقوف اگر دتوي لسر سنة نواجكات بكي اشتادي قد يتشي خطيبي يوم عرفيا لسردمي تابعين وصحابية وعبد الله كرم عمر صحابية لسردمي صحابي شيء خطيبي يوم عرفية حجاج بيش نجيدك وتارد دابو خلق يعني أونية كدو تريد كسيتي بيدين كسيتي كافر كسيتي شيء نبخوا ونبوا فرمي وتاركت سالم وتباء وتاركت كرت بيت وعجل الوقوف بوي خلق زوب رواتوا هذي كل شويني خوي لنا عرفات شيبكن دعابكن تقول روجي عرف روجي دعايا فرميش سيري باوكم إذا كرت مزاني باوكم تصديقي من دكات لو قسيك كردم وتي صدق راسته مل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. أم الفضل دفر ميخل كانك لايمن بوبا مشتو مريان لسر روجي عرفة آية لو رجدا في عمري خو عليه الصلاة والسلام كاتك لحجب بروجوب يا بروجو نبو آية سنة حاجي روجي عرفة كجناه دوس على دسرة توا بروجوب يا بروجو نبيت آية في عمري خو عليه الصلاة والسلام بروجوب ولا روجي عرفة عندي شيء أنتي أم بلا بروجوب عندي شيء أنتي النخير فرمي منيش قدحك قابك جامك شيرم بوينارد في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بسواري واشتركيه وبو خواردي وببرچاوي خلقه ويتيام بقى ينكا من چينيم بروجونيم بوچي براكانم بوچي بخلق دفرمي بروجوبن روجي عرفة بتيق راي مسلمانان دلم بلان بخوي بروجونيه چكو روجي عرفة بنسبة حاجي لعبادتك دا قولتر لو عبادتك خلقانك لحجنين بروجوده بن وقوفي عرفة الحج عرفة حج هموي حساب كتنها عرفية زور قولية بوي بو حاجي واباشتر بروجون بتواناو نشاطي چي هبيت بتواني چي بكات بتوانيت دعا بكا عبادتكان بكا نك بروجو بيت وظيفة الوقت ووظيفة المكان مقدمة على غيرها هما قاعدية كبرا كان منسان بيزانة الأفضل هو القيام بوظيفة الوقت والمكان الأفضل أفضل ترين شدبو إنسان أيهما أفضل أن نقرأ القرآن أم أن ندعو أم أن نذكر الله أم أن نتصدق أم أن نذهب إلى كذا وكذا نصلي أم نطلب العلم نقول الأفضل في كل شيء القيام بوظيفة الوقت ووظيفة المكان كما جاء في السنة لها مشتك خيرتر باشتر أو يكتو وظيفي أو روشت وظيفي أو شويند لسنة دا شون هاتو بمهلصة باش أنا أقرأ القرآن مثلا قرآن دخل مو أيهما أفضل المؤذن يؤذن أردد الأذان مع المؤذن بعد المؤذن أم أستمر في قراءة القرآن
آيكا بانقدر قرآني خوين بانقدر بانجي داو منش قرآنم دخوين كاميان باشترا هر قرآن كم بخوينم قرآن باشترينشتا يا خد قرآن كم بوستينم ولامي بانق بدموا كاميان دلين وظيفي أو كاتا چيا وظيفي أو كاتا ولامي بانقا ولامي بانق خيرترا لچي خيرترا لقرآن خويندن لكاتي بانق كاميان باشترا حرصم نوش بكم يا لقل بانق ولامي بانق بدموا كامي باشترا براكم والله مي بانك بديتوا روجي جمعة مثلا تو تنها بابلين نيجز القرآن دخويني كامي باشتر بوتو سورتي كهف بخويني على القول بصحة الحديث سورتي كهف بخويني باشترا يا بشي سورتي اشتر بخويني سورتي كهف بخويني دلان وظيفي وقت اويا كاتكتولا روجاني جمعة قبل الغروب بساعة ايهما افضل الطلب العلمي وقراءة والمطالعة والتدريس يا الانشغال بالدعاء الانشغال بالدعاء بويا بافير بن برا كرم باشترين عبادة شيا باشترين عبادة الانشغال بوظيفة الوقت ووظيفة المكان وظيفة عرفات شيا وظيفة عرفات وظيفة عرفات دعايا دعايا وظيفة عرفات بريتينيا لو يدي كاكا باتخوا تالا عرفات سنتي زوركم نويجي زوركم كاكا ودانجي نويجي شي تو نويجي نيورو عسرا كاشت بو كراوة الدودو قصر جمع كراوة بس خريجي شي نويجي سنة 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 نا خريجي دعابة بلا بو يبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو يبرشو نبوة فرمو وعن سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقال الزهري قلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون بذلك إلا سنته بلى تقريبا ما حديثي بيشتربو سالم دفرمي حجاج كري يوسفي ثقفي عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني كابن الزبير عبد الله كري زبير كرجاء خواب شهيد قبولك حجاج هات مكشي قران دوبوخ خلافتي عبد الملك كري مروان دوائوا حجاج استا يعني بيشوايتي حجاج ذكات حاجه كان ذكات لبي برسيار ذكات اري تشي سنته سالم بيدلت اگر سنته ديبان وجكت ببلان نيجي نورو عصر جمعك وتاريخي كرد دوائي بخلق برون خريجي جيبن خريجي دعاء كردن بن والحاصل دوباره تقريبا مال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمس فما شأنه هاهنا مالا جبير كرم مطعم دليت واشتريكم ليون ببو روجي عرفة واشتريكم ليون ببو من إيش دقران بدوي وشترى كم دابي دوز موا؟ قيشت ما روجي عرفية طبعاً تا قيشت مع عرفات كي قيشت مع عرفات تماش هذا كم في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لعرفات دعادك لعرفات دعادك فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا وتم والله أخو محمديش عليه الصلاة والسلام لحمسة حمص يعني قريش كان قرشية قرشيش بدعيش كان داهي نابو كبريتي بولتي بلاي أوانا والروجي عرفا دبيلة مزدلفة بوستي نقل شوي الحاج عند قريش يقف بمزدلفة يوم عرفة وليس بعرفات أو بدعيك أخوان داهين هنابو إما جاين لخلق لسنا كبقية الناس لا نقف حيث يقف الناس لو شو أنا ناوستين بو دعاء كخلق دوستي كشوية عرفاتا نا أي لشوية دوستن أو أن دهاتن لمزدلفة دوستان بو دعاء كردن استاذ بيغمبر دبيني عليه الصلاة والسلام إخو بيغمبرش قرشية بوتي بيغمبر واناكا
پیغمبر خو لسر بدعنا رو بدعه قرش یکان دان هنا وا پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم لسر نارو بلکو يصحح المسار ولا يمشي على المسار الخاطئ لسر قايت شو نار والراس دي دكاتوا تبيني محمد عليه الصلاة والسلام قرشيشة استال عرفات واستا وبدعاء رجع عرفة نقلة شوية نقلة مزدلفة قلت فقلت والله هذا من الحمص فما شأنه ها هنا متشيك عليه بقول لي ريا بلا يوسعين بو لأن النبي عليه الصلاة والسلام خالف سنة قومه لسنة ربه جل جلاله وازل سنة قومك هنا غلطة قرأي وسر سنة بروردقار الرقاي بروردقار بل عن هشام بن عروة رضي الله عنه قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمس من جمع قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات هشام يكون عروض لعروض جرتها روي كوري زبير ده فرمي خلتي لجاهل يدا بروتي طوافي عندك إلا حمص نبن حمص جين حمص قريش قريش أو إلى قريش وما ولدت أو إلى قريش نو نتيجة أوان بس أوان بجلو بورشاكا و طوافي عندك أجينا خلتي تر ندبو بجلي خوي بيت طوافك أي شون بروتي بيكن نعم نالين بروتي دانود دبيت جل قريشي وربقريد كبياويت لبياويت قريشي جل ورقرا تشي بيبكا طوافي بيبكا كافرتي لافرتي قريشي جل ورقرا وغيري قريشي نيا يا جلو برجي قريشي نبنابه باشا وكان الحمس يحتسبون على الناس يعني قريش كانش كانوا يتصدقون على الناس ويتفضلون عليهم بإعطائهم ثيابهم تشيان بيددان چاوری اجری اند کر ک پوشا چی اند دایا چون بلی هر بلی نخوی چی عشیرتی و قوماتی دماری چی پیاوتی انت دایا چون ما خلق هات به خدمت یان کین اگر ایمانی شی به روز قیامت نبه پیاو هات پا پیاو کان جلی اند دایا افرته ده افرته کان جلی اند دایا بو شوازا بله ای ک جن نبوای مثلا پیاو ک جلی دز نکو ده افرته ک جلی دز نکو ل قریشه کان بروتی بروتي طوافي ذكرت بلى انجد فرميو خلتي لعرفات مغرب دقران وتتا مغرب لعرفات دعايا ذكرت بلى ما يفيض الحمس من جمع جمع يعني المزدلفه حمس يعني قريش كان لتشوى افاضي اوان لتشوى ابو افاضي اوان لمزدلفه ابو نقل شوى ونقل عرفات به قال واخبرني ابي عن عائشه زبير دلي باوكم كزبيرة لعائشة وبي راجعان دم كأو آيات بو حمص دابزي يعني بو قريش كان دابزي بو الراس كنا ثم فيض من حيث أفاض الناس إيوش لو شوية نو إفاضة بكنو بقرنو كخلشي ليدا قرته وكشوية كعرفاتا نك شوية نك مزدلفة ملا جاء هذا فرم بيشتر لجمع لمزدلفة بندوهاي قرن رانو بو شو بعرفات فرم وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص مال دفرما سئل أسامة وأنا جالس عروة دفرما برسيار لأسامة كنا من جدان يشتبون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كيف كان يسير في حجة الوداع يعني حين يرجع من عرفات يعني حين يرجع من عرفات كاتك لعرفات دقرايو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لعرفات بنو شو دقرايو بنو مزدلفة ونيا مغرب لعرفات دقرايو بو مزدلفة فرميت شون دقرايو سريع بو هواج بو كيف كان مشيه وسيره فرميت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسير العناق ماله
فإذا وجد فجوة النص يعني بما مناونديه واشيد الرويشت عنق يعني بوسط، فإذا وجد فجوة أي بوشايد دسكوتبا شكو ازدحام أوهم خلق عرفاته ودقريته رقا ازدحام ناتو أني سريع برويده فرمي طبيعي درويش بلام كاتك فجوية كليني جي دسكوتبا چي دا فكرت نص يعني أسرع رفع رجله وأسرع بالمشي في هل ديناو بسريع ترد روي كمجالي بوايا بوشي وازد روي مل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النفر من عرفة إلى مزدلفة والجمع والمبيت بها. قرانا ولا عرفة بو مزدلفة ومبيت واتاش مانوي شو لچوه لا مزدلفة شوي ججن لا مزدلفة منتو حاجي بلا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون الشعب الشعب أحسن الله إليكم، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ، فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله. الصلاة مكتوب الصلاة لا بالضمة. نعم مش دبت. أحسن الله إليكم. فقلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. وفي طريق أخرى أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب بال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصل بينهما. أسامة فرمي من لبشت بيغمبري خواهبهم عليه الصلاة والسلام كالعرفات وقرايوة فرمي كاتي قيشتين أو دولي لايتشاب نيوان مزدلي يعني بيجو يبقين مزدلفة بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وشتركي خوي نيشان دوا ودابزي چو ميزي كرت ومنش آون بدستي دا كرت دزنوجي چي خفيفي هل قيرت دعوتم الصلاة يا رسول الله يعني تقصد الصلاة أو نزلت للصلاة دتيون وش كي شكون وش مغرب بو وتمان لشون وش مغرب دبيت روجي عرفة لا عرفات بانك دبيت بلام لوي نابين وش بكرة استمع ويش برجعون خليك بقنا مزدلفة فرمي وتم نوش دك يبي عمري خو عليه الصلاة والسلام فرمينا الصلاة أمامك نوش لبيش توي واتن ويجي مغربي شو عشاش دبيت ل شو بيكين لمزدلفة بيكين ويستهند حاجي دبينيت كبانجي مغربي دال عرفات يكسر نوجدك وغلط خلاف السنة يا للرجاي نوان عرفات ومزدلفة نوجدك خلاف السنة السنة فرمي الصلاة أمامك لبيش قوت كجيشت مزدلفة فرمي تا جيشتنا مزدلفة دواي غداة جمعين روجي مزدلفة جاء فضل لبشت بيغمبره وسواربو لسر الله خكا عليه الصلاة والسلام. الرواية تشتري دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كقرايا وهمان قصة تدفرمي قيشت مزدلفة إنجا فتوضأ فأسبغى دزنويجي تير وتسل وتوابي هل قرد لمزدلفة ونويج كرا نويجي مغربي كرد وهل يجيك لأيما واشتركي خوي لشويني خوي دانا ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما يعني قامت كلا أقيمت لصلاة المغرب ثم أقيمت لصلاة العشاء صلوا المغرب والعشاء جمعا بدون ماذا؟ بدون صلاة بينهما هي السنة لنوان مغرب لنوان عشاء نكرت جمع كردن هردوشيان بلى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مغرب وعشاء جمع كرت هر يشتي كان إقامة خوي بوكرت قامتي خوي بوكرا بدون وجكا نل نوان يندا نوجي كرت نل دواهي يشتي كان دا نوجي كرت ملا.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. هم أنشت تقريبا مره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ملا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أكو ابن عباس دجرته فرمكاتك لعرفات قرايا و جويلة شيء بو صلى الله عليه وسلم خايل سربي يعني غلبة غلبة كو دنجة دنجة شيء زورو خلق لا ولا أخك أي خوي رادا خوري وليد داتو ديبا لو هي سريعو في عمر عليه الصلاة والسلام صوتك أي خوي قام شيء أي خوي برز كردوا فرم أي خلشينا لسر خوبن آرام بن خير وشاكا ببلا بل نية فإن البر ليس بالإضاعة يعني بونا بيتك توبة لبكيت يلا ديبا فل الراكين بقينا مزدلفة إخو خير لو دانيا خير لو داتو بسكينته وقاره فل جارجار خيرا برو بس نك بكريتا مسابقة يكو بيش برشي يكو ازدحام دروس كردني يكو خوبة يكدادانك أما خلافي سنة جايستا أما يكب يغمر إخو عليه الصلاة والسلام نهي لي كردوا لتي دادي بيني لمسابقة باسكان دادي بيني لازدحامي باسكان لرابين داني باسكان يعني كاتك دقرينه ولا عرفات أبو مزدلفة أو سكينة نابينيت بداخوة ملا. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يأتي جمعا. تأتي جمعا تأتي جمعا نافع دجرته دفرمي ابن عمر زي اخوي قوري له به مغرب وعشاء جمع ذكر لشوي لمزدلفه بلا كاتك لعرفات ودقرايه ودقيشت او دولي كبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام له هل حديث كان بيجو باس مانكر كبيغمر اخو له لا اذا ميزي كر جاري كان دفرمي ابن عمر جلوي لا اذا فيدخل فيه فينتفض يعني شي ذكر ايش ميزي ذكر ويتوضا دز نوجي شي ذكر توا الرجل لها مشتاق داش شوين في عمر ذكر عليه الصلاه والسلام ك لودا شوين شي نكوي هيك لا اجرت كم نابته وبيغمان بو تشكو وشتي شي جبلي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام لو شوين مي زياتو شو مي سبكات ناكري تو بلا مش دهمان شوين د بلادم لا مان شوين ميز كملوني ميز نيتو كاك يا لو لي بيشتر بي لو ني دواتر بي بس ما بس مان شي شدتي تمسكي عبد الله كري عمر بتشي ورزا اخو عليه بي رضا إخوان لبي بسنتي في عمره عليه الصلاة والسلام مر ولا يصلي حتى يأتي جمعا جمعان تشيا ها المزدلفة جمع وثمان المزدلفة في ابن عمر نويجي مغرب عشان إذا كتانا قيش بها شوينا قيش بها مزدلفة مر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أذن وأقام لكل واحدة من الصلاتين وأين يصلي الفجر بجمع. باب من أذن وأقام لكل واحدة من الصلاتين وأين يصلي الفجر بجمع. بلى عثمان مغربي شو عيشة يقبان جانايا لمزدلفة بلام دو قامت يعني أي بزاني نوجي بياني لمزدلفة لشوية ذكرت بجمع يعني بمزدلفة. بلى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أورا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، فلما كان حين طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هاتان صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية قال عبد الرحمن بن يزيد: دخلت مع عبد الله إلى مكة
ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. الله. عبد الرحمن كوري يزيد فرمي عبد الله رضا إخوائي قوري لبيت كحجي كرت نقلي بوين كاتي قيشتين مزدلفة بانك درا حين الأذان بالعتمة، يعني بانجي عشاء عتمن نوجي عشاء بانك درا وقامت كرا نوجي مغربي كرت وصلى بعدها ركعتين لدواء مغربي شتي كرت عشاء تشان ركعت دو ركعتي كرت باش، ثم دعا بعشائه فتعشى بانجي كرناني وارنبو بين الناني خوار، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما صلى الفجر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. استمر ونترد بيته ولا حديث دواي خوي كاتك نوجي بياني كربزانين كي كردويتي نوجي بياني ملا فرموي عبد الله فرمويتي هما صلاتان تحولان عن وقتهما أو دوني جلكاتي خوان يعني قراء وكاتكان توزي قراوة يعني شون قراوة أوه كان يجي مغرب لكاتي خوي ناكري لمزدلفة دواء دخلي بوكي بو عشاء شكا خلق تاوكو لا عرفات ودقات مزدلفة شي دبيت نيجي عشاء دبيت كنش بيت شاوري دكي توزيك شاوري دكي تا نيجي عشاء دبيت بلام هيا كاتيك دقات عرفات كساعات دوانزي شوا ساعات دوي شوا ساعات سي شوا بتابتي واني بباس دين هيا أنا لقد نوجي بياني إن جاء قرب قاتا مزدلفة بوبه إزدحامه يعني زور كسيوالي هاتوا صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر بلا ما بس فجر كتيا زاني من كاتي مغرب خرايا عشاء أي فجر فجر زودك را فجرك ويزودك را إذا السنة دواء إنسان نوجي بياني كبانك درا يعني بيس دقا بيس دوبينز دقا نيو ساعات بوستي ذكر بكي دعاء بكي قرآن بخويني انجا قامت كلم نوجي بكي باشا لمزدلفنا هر كبانجي دا مع طلوع الفجر يكسر نوجي كذكر ما بس تي لويا كأو نوجيش كاتكي لا براوة دنا هر كاتي فجرة ونبد لكاتي خوي درچوبة او روايتي تريان دفرمي لقال عبد الله چوين ما كات دعيهات طبعا بو عرفات اللي يهاتنا جمع واتا مزدلفة فصلى صلاتين هردن ويجكي كردن فرمي كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وإلا يوش كل صلاة وحدها بأذان وإقامة طبعا يق بانك بو ودو قامة يجبو نقدو بانك بو بي ثم صلى الفجر جانوجي بياني كر قال قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع تماشاك أويا يعني كاتك نوجي بياني كر هندي كز داود بانك بو هندي كز داود نبوة أوازو كردي يعني في أول الوقت، ثم قال أنجا فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميت إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان لم شوينك مزدلفة أم دنيا جكاتك أن قراوة كم دنيا جكاتك أن قراوة مغربو فجر بس زاني من فجر كاتك يقراوا يعني شيء يعني لأول الوقت ماله فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا خلق ناين بو مزدلفة تاوكو دبي تعيشة تاوكو شو تاريك دبي وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر انجا دوين ويجيب يعني كوازو كردي وستار وقبلات شي ذكرت دعاي ذكرت وذكر ذكر بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني سنة دوابوا استاذ عبد الله رضا يخواله به انجا فرمي لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة عبد الله فرمي أقر بيته أمير المؤمنين كيف أمير المؤمنين وكاتا عثمان كرع عفان رضا يخواله به فرمي أقر إستاب ترشد لمزدلفة برو رمي جمري عقبا برو منا
أو موافقة السنة يعني قبل طلوع الشمس أسفر يعني شيء يعني أها واي لا تود الدنيا خريك الروناق ببلام خورج درنك أو توا الدنيا خريك الروناق ببلام خور درنك أو توا طلوع الشمس نبو جاره بلام تاريخي شو نماوا باشا سنة دوايا لو كاتدا مزدلفة جبهة ليت بلى فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان يعني كان أسرع يعني كعثمان جوي لم قصيب بو ياخد جوي لنبو خوي زاني خوشي هرواي زاني وا نلنا ما زاني قصكي عبد الله زوتر بو ياخد درچوني عثمان رضاي خوي قوري لبه رجلكاتي خوي دا درچو برو جمري عقبة بله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بردوام تلبية ذكر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تاوكو قيشت شوية جمري عقبة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دركاتي بيرنوجي بياني اللي هيك كاتك دا جن وازلين هنا في السفر وفي الحضر بله بهمان شيء ويتريش إبراك عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس بلى دفرمت عمرو كريم ميمون فرمت لقال عمر بوم نواجي بياني كرل مزدلفة وستا ووتي مشركة كان لمزدلفة در ندى چون برو مينا برو رمي جمرة تا خور هلنات با تا در كوتني خور طلوع الشمس وديان وتي أشرق ثبيرو يعني تاوكو خور لچي وكو الثبير لويو سري هل دينا دفرمي بلام وإن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مخالفة أواني كرد ثم أفاض يعني شون مخالفة كرد نتمان بيش طلوع طلوع الشمس في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دردة شو بلى ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس بيش وي عمريش بهمان شيوك وسنة في عمر عليه الصلاة والسلام بيش طلوع الشمس دردشو يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.